أربع سنوات من الانتظار، وهؤلاء الشباب يترقبون إيصال محلاتهم التجارية المنجزة ضمن مشروع محلات الرئيس بالكهرباء، إلا أنهم اصطدموا مؤخراً بقرار إخلائها وتحويلها إلى مرفق بيداغوجي تابع لمديرية التربية غرب. ما قالونا ما بعثنا ميزون دو مال ما والو، عندنا لي ديسيزيون تاعنا بلي لوكو تاعنا جينا نخدموا لقيت السيستيم ما كاش، جبنا بيزون دو بيسي قد نوعدكم فيهم ضا تبداو ونبعثكم دي ميزون دو مور باش اللي ما يجيش يصير راضي من الحانوت تاعو. وهما يقول لك دائما دوك ندير لكم تريسيتي ندير لكم تريسيتي، عندنا لي زاكت عندنا لي زاكت هما هنايا مكتوبين عقود على اسماواتنا، ويقول لك في عدم استعمال محلات هادوما تاع رئيس بوتفليقه قال لك يخرجونا، بصح باش يخرجونا الا كان من غير اي مبرر، حنا عندنا مبرر. القرار أثار حفيظة الشباب العاطلون عن العمل، ومنهم معاقون بنسبة 100% كحال هذا الشاب، فراحوا يقتحمون مقر البلدية في محاولة منهم لإعادة النظر في القرار الصادر عن ولاية الجزائر. الانسان كيفاش نعيش ونعيش في اميتي؟ شوف يختي الحاله تاعو. ابو عوق هذه 100%. احنا حرفيين، خلصوا الكريدي تاع البنك ولا نخلصوا لي زامبو ولا نخدموا ولا واش نديروا. رئيس البلدية وفي تصريح لشروق نيوز ألقى المسؤولية على مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز، في المقابل أكدت مصادر من ولاية الجزائر أن قرار الإخلاء جاء عقب تخلي المستفيدين عن شغل محلاتهم لأكثر من 4 سنوات. قرار من عند الأمين العام تاع ولاية العاصمة، القرار هذا الصادر من السيد الأمين العام تاع ولاية الجزائر، يقول بلي هذه المحلات يوضعوا تحت تصرف صالح العام. صالح العام هو مديرية التربية للجزائر غرب. حلم تحقق بعد سنوات، لكن هؤلاء الشباب استيقظوا على وقع كابوس سيحرمهم من الحصول على منصب شغل قارة، ما سيحيلهم من جديد على البطالة.